بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبكل قوة ضد الاكاذيب والاشاعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقرة معانا. اعتقد لقطة اليو ديانج امبارح بعد احراز الهدف وعدم احتفال اليو ديانج وتعبير الحزن الشديد على وجه هذا اللاعب في مباراة الاهلي والمقصة، دي فيها رسائل كتيرة جدا جدا جدا. اهم رسالة ان اليو ديانج يا جماعة يا لعبت الاهلي، اليو ديانج اللي ضامن انه يمشي ويروح واحد من اكبر الدوريات في اوروبا، الدوريات الخمسة الكبرى، اليو ديانج اللي قيمته التسويقية ارتفعت 4-5 اضعاف مع النادي الاهلي خلال سنتين ثلاثة، اليو ديانج اللي هو مش ابن من ابناء النادي الاهلي وبطبيعة الحال هو لاعب محترف، قاعد معاك سنة، قاعد معاك اتنين، قاعد معاك اربعة، كده كده هيمشي. اليو ديانج اللي مش فارقة معاه يعتبر، لو هنتكلم ورقة وقلم، لا انا واحد من الناس لو مكان اليو ديانج انا هلعب بالشوكة والسكينة، لان انا عندي عروض ب6 مليون دولار وب7 مليون دولار، وهاخد رواتب قد اللي باخده في الاهلي مرتين ثلاثة، وهحترف بقى للعالمية والاوروبية والكلام الجميل ده، فهلعب بالشوكة والسكينة واخاف على رجلي، لان راس مال اليو ديانج هو القوة البدنية. لو اتصاب اليو ديانج خلاص كل عام وانتم بخير، مش هيلحق اي نادي الموسم ده ولا في اي انديه تروح. فالنهارده اليو ديانج يا جماعه هو اللي شايل هم النادي الاهلي. دي رساله مهمه جدا لشويه الموظفين. النادي الاهلي عنده شويه موظفين، مش كلهم طبعا، ما اقدرش اجزم اقول ان وليد سليمان موظف، لا والله في لعيبه في النادي الاهلي وشباب عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت في لعيبه بتقبض بالملايين في النادي الاهلي وما بتعملش اي حساب لجمهور الاهلي او لتيشيرت النادي الاهلي. وارد جدا ان انا اخسر الدوري السنه دي، وارد، لكن زعل جمهور الاهلي مش هيبقى على الدوري ده بحجم ما هيكون على لعبته اللي ما بقتش حاسه بتيشيرت النادي الاهلي. لكن لو خسرت الدوري الموسم ده الاهلي مش هيخسر الدوري ولا جمهور الاهلي هيخسر الدوري، اللعيبه دي هي اللي هتخسر نفسها، هتخسر مكانها في اكبر نادي في مصر وافريقيا. النهارده اللعيبه، انا مش هحدد اسماء، اللعيبه اشباه اللاعبين الرجال، النهارده انتوا اللي هتخسروا كل حاجه، هتخسر شهره، هتخسر بانك بتلعب في اكبر نادي في مصر وافريقيا. بص على رمضان صبحي، لكم في رمضان صبحي العبره والعظه، خدوا من رمضان صبحي عبره. واحد كان مكسر الدنيا في مصر كلها، كان بيروح اي مكان الناس كلها عارفاه والناس كلها بتقدره، ليه؟ عشان التيشيرت اللي لابسه، قلع التيشيرت باي باي، معرفكش. فانت النهارده لو انت مفكر نفسك انك خلاص بقى بقيت الواد المشهور والواد المعروف والواد ويلي 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 ويلي، والله انت الخسران. انا واحد من الناس، انا شجعت النادي الاهلي بقالي من سنه، يعني كان عندي في سنه 91 92 اول مباراه اهلي وزمالك اشوفها، انا مواليد 86 وشجع نادي اهلي، كانت المباراه بتاعه كاس مصر اللي كسب فيها الاهلي بالهدف بتاع الكره اللي اتردت من التسديده بتاعه طاهر ابو زيد لكابتن ايمن شوقي، اول مباراه اشجع فيها النادي الاهلي كانت اهلي وزمالك. وفاكر اليوم ده بالظبط، يعني شوف انا عندي 36 سنه دلوقتي، من 31 سنه والله والله قاعدين عند عمي في الصاله بتاعته، عمي ده زملكاوي وعمي التاني زملكاوي، لكن انا وابويا وابن عمي اهلاويه، وكم الفرحه والسعاده اللي فرحناها يومها، ده اول ماتش شجع فيه النادي الاهلي. فانت النهارده كاهلاوي او كلاعب اهلاوي اذا كنت كبير فاللي مكبرك النادي الاهلي. احنا ياما كسبنا بطولات وقليل جدا لما بنخسر بطولات، البطوله ديت مش هنبيع اللي قدامنا واللي وراها عشانها، لكن في مكسب كبير للنادي الاهلي لو خسر البطوله دي. انت بتقول ايه؟ هخسر بطوله وهكسب؟ هكسب ان انا اللعيبه الموظفين هيتكشحوا بره الاهلي، هيتكشحوا بره الاهلي. انا عايز اللعيبه اللي شبه اكرم توفيق، اللعيبه اللي زي اليو ديانج، اللعيبه اللي زي وليد سليمان، اللعيبه اللي زي علي معلول، اللي بتحارب وتموت نفسها
عشان خاطر اسم النادي الاهلي. عايز اقول لك ان معلق المباراه امبارح على راديو اون مش على القناه، طبعا معلق الراديو ده يا جماعه اخطر ما في منظومه كره القدم. ليه؟ لانه بيقدم وصف للمستمع، والوصف ده لابد ان هو عينين المشاهد. انت قاعد قدام التلفزيون بتشوف بعينك وتسمع ودانك، لكن اللي بيسمع الراديو سواء كان راكب عربيه بقى في الشغل في اي حته، هو المذيع هنا او المعلق هنا ده عينين واذن المشاهد او المستمع. المعلق امبارح فضل مصمم ان الكره جت في ايد محمود وحيد لاعب النادي الاهلي، وان الكره ضرب الجزاء، وان 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 وان، بالرغم ان الاعادات ما جابتش الكره في ايد محمود وحيد. انت متخيل بقى كم الالاف اللي سمعوا الراديو، اللي في شغله واللي في عربيته واللي واللي واللي، وعرف ان في ضرب الجزاء على النادي الاهلي بس الحكم ما حسبهاش مجامله للنادي الاهلي، فيطلع قطيع من المشجعين يقول لك اهو ما الاهلي بيكسب بالحكام اهو، اشمعنى انتوا لما الزمالك بيجيب جون كده ولا كده بتقعدوا تقلبوا الدنيا، ما الاهلي بيكسب بالحكام. اتمنى من اداره اون انها تشوف هذا المعلق الزملكاوي. كابتن ابراهيم سعيد طلع امبارح قال حاجات مهمه جدا عن لاعبي النادي الاهلي. قال اللعيبه بتاعت الاهلي الحاليه دي ما تنفعش الاهلي، مش دي لعيبه الاهلي، اللعيبه دي هتنفع وهتاكل عيش وهتلعلع وتتنجم في نادي الزمالك، لكن دول لعيبه الاهلي مش محتاج دول، الاهلي مش محتاج غير روح، الاهلي مش محتاج اداء، الاهلي محتاج فقط لعيبه عندها روح بتنتمي للنادي الاهلي دفع عن الكيان، واللي مش هيقدر يمشي غيركم يتمنى. إذا كان في عندي لعيبة موظفين ففي أندية تانية تتمنى اللعيبة الموظفين دي، لكن أنا لا أتمنى. أنا عندي لاعب إمكانياته 40% لكن عنده روح 100% أحسن من لاعب 70% إمكانياته مفيش روح. هو مفيش روح، الروح والجرينتا والحماس هيرفعوا مستواك، لكن مستواك كده كده هينزل، كده كده هينزل، ولكن في اكتر من لاعب في النادي الاهلي عبره. انا مش هسمي اسامي، في لعيبه اول ما طلعت مع النادي الاهلي كانت مكسره الدنيا، وده لازم يروح منتخب مصر، وازاي كيروش ما ياخدوش واللي وكنا بنطلع نحارب عشانه. دلوقتي اللعيب ده يعني بيتمشى في الملعب، والله بيتمشى في الملعب، بيرقص اشباح. انا ما اعرفش هو بيرقص مين، هل هو شايف حاجات تانية في الملعب احنا مش شايفينها؟ ما اعرفش. طيب يعني كفاية ان انتوا خليتوا شوقي بتاع الجاموسة يتريق علينا، شوقي بتاع الجاموسة اللي كان اخرته يروح يشتري عيش كايزر في ماتش كايزر تشيفز، ويطلع يقول لك لو الاهلي كسب الوداد في قبل النهائي ولا مش فاكر كان صن داونز هذبح خروف، ولو كسب الزمالك هذبح عجل، ولو كسب كايزر تشيفز اروح اشتري الكايزر اللي في الفرن كله واعمل سندوتشات لله وبيع ولا طلعها لله. طالع امبارح يقول لك الاهلي خارج المنافسه على بطوله الدوري، خليته لبتاع الجاموسه سعر، خليته للي واكل ورث اخواته البنات سعر، خليته لشوقي دبابيس سعر، لعيب كل راس ماله انه بيطلع بعد كل مباراة للنادي الاهلي يطلع يتباكى ويعيط، بس كان بيعيط امتى؟ لما كان في الاهلي رجالة، لما كان في الاهلي لعيبة من عينة وطينة وليد سليمان واكرم توفيق، كان بيطلع يعيط طول عمره، طول عمره عمره ما عارف يشمت في النادي الاهلي. للأسف الشديد انتوا النهاردة بتخلوا اللي يسوى واللي ما يسواش يشمت في النادي الاهلي. الاخ رضا عبد العال قال لك الاهلي اتعاقد مع الطرماعي، اتعاقد مع سواريش، ده تعاقد اسمه الاهلي اشترى الطرماعي. انا عايز اقول طبعا انا مش هرد على رضا عبد العال في موضوع سواريش، لان لحد النهارده سواريش ما قدمش الاضافه، لكن في حاجه امبارح لاحظتها في الدقيقه 80. كابتن محمود الخطيب امبارح كان بيتفرج مع اعضاء مجلس الاداره والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره ومحمد زكريا سراج الدين. المهم الكابتن محمود الخطيب في الدقيقه 80 ما كملش الماتش،
كابتن محمود الخطيب، ما اعرفش الضغط عيلة عليه، تعب من المنظر البائس اللي شايفه زي كحال كل الاهلاويه. ما هو الخطيب، ما الخطيب في الاول والاخر انسان. الخطيب رئيس النادي الاهلي، لكن يا جماعه هو انسان بيفرح ويزعل، ولما يزعل ضغطه بيعلى وسكره بيعلى والدنيا ما تتظبطش، عشان كده الراجل ما تحملش، كحال كل الاهلاويه امبارح. ودلوقتي النادي الاهلي بقى، انا بنصح كل مشجع النادي الاهلي والله، الناس اصحاب الامراض المزمنه اللي زي حالاتي، بعد اذن حضرتك وانت بتتفرج على ماتش الاهلي حط جنبك حبايه الضغط، او خدها مقدما حبايه الضغط بتاعتك، وخلي جنبك حبايه السكر، لان ماتشات الاهلي اصبحت مؤذيه والله العظيم. بس ما نقدرش نبعد، ده حال المحب، حال المحب والعاشق، انك تبقى عارف ان حبيبك ومعشوقك ممكن يأذيك، او الفرج عليه ممكن تأذيك، بس ما عندكش حل، ما عندكش حل غير انك تتابع وتدعم وتشجع. فاتمنى ورجاء والله من اخواتنا واصدقائنا وابهاتنا واخواننا وعمامنا، خلي بالك من صحتك. كابتن محمود الخطيب امبارح ما كانش عاجبه المنظر نهائيا، يعني اتمنى الاحساس بالعجز وقله الحيله في ماتش امبارح من اللعيبه، ومش عايزين مسكنات. الاهلي محتاج فريق كامل، الاهلي محتاج فريق كامل، 10 11 12 صفقه اقويه. شغل المسكنات وهنجيب ده يمكن يطبع معانا، لا خلاص الموضوع، العقد انفرط، لابد من صفقات قويه. واتمنى النادي الاهلي لو على قد سواريش قيموه لحد نهاية الموسم، انا ما بقولكش يمشي دلوقتي، معاك 8 ماتشات او 9 ماتشات متبقية، قيموه خلالها، شوفوا هل هيأدي ويقدم حاجة للنادي الاهلي، في بصمة ولا مفيش بصمة، عشان احنا مش حمل نيجي السنة الجاية ونلبس، كفاية السنة دي. كابتن شوبير اتكلم عن ان الثقة مفقودة ما بين لعيبة النادي الاهلي بسبب خسارة كاس مصر، امال لو كنتوا زي الزمالك كنتوا هتعملوا ايه؟ يعني كابتن شوبير بيضرب وبيلاقي، كابتن شوبير بيضرب وبيلاقي. عايز اقول لك ان كابتن شوبير قال ان الاهلي انهى 3 صفقات، على ذكر الصفقات واللعيبه اللي الاهلي محتاجها، كابتن شوبير وهو قريب الصله بالنادي الاهلي اكد ان الاهلي انهى بشكل رسمي 3 صفقات بشكل نهائي. صفقه منهم خارجية وممتازة ومفاجأة، يعني سعيدة، انت لما تسمع الاسم، هو لاعب اجنبي في الجزء الهجومي، لما تسمع اسم اللاعب وتقل اللاعب وامكانيات وقدرات هذا اللاعب هتفرح كتير جدا 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 جماهير النادي الاهلي. وفي صفقتين تانيين مصريين برضو في الجزء الهجومي، في الجزء الهجومي، دول الثلاث صفقات بالنسبة للنادي الأهلي. نادي الأهلي خلص حارس مرمى اللي هو محمد صبحي، ده غير الثلاث صفقات اللي الكابتن شوبير بيتكلم عنه. نادي الأهلي وشركة الكرة في النادي الأهلي، ودي مفاجأة بالنسبة لي، بدأوا التفاوض بشكل رسمي مع مصطفى فتحي. إدارة النادي الأهلي اتواصلت مع مصطفى فتحي بقوة لمحاولة ضم اللاعب وحسم الصفقة وشراءه بشكل نهائي من جانب نادي التعاون. مصطفى فتحي هيحل مشاكل كتير جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مشاكل كتيرة في الجزء الهجومي، منها اولا انت ما عندكش اللاعب اللي عنده الخبرات في الجناب، في الجانب اليمين او في الجناح اليمين اللي يقدر يروح واحد لواحد، ما عندكش ولا يمين ولا شمال. كان عندي عبد القادر، وعبد القادر ما بقاش شايف قدامه، احمد عبد القادر ما بقاش شايف قدامه، وبقى بيرقص نصف الملعب وهو مش عارف هو بيرقص مين، وفقد الثقه في نفسه كمان. فانت في النادي الاهلي المجموعه بتاعت الاجنحه كلها ما عندكش حد بيروح واحد لواحد، لا مصطفى فتحي يقدر يروح على 4، يقدر يروح على 4 ولا تفرق. مصطفى فتحي عنده خبرات افريقيا، خبرات انه كان بيلعب في نادي كبير بحجم نادي الزمالك، فهيبقى حل محترم، ومش اجنبي، مصطفى فتحي مش اجنبي، يعني مش هياخد مكان في القايمه،
بالمناسبة، بمناسبة الأجانب، في كلام إن صفقة بدر بانون خلاص انتهت. في كلام إن صفقة بدر بانون انتهت، وإن النادي القطري رجع فتح الموضوع تاني بضغوط من اللاعب عشان يضم بدر بانون، وإن اللاعب خلال ساعات الأهلي هيعلن رسمي، وقد يكون مع الإعلان، بس الأهلي مش هيعلن غير لما يخلص ويوقع ويمضي، لأن النادي القطري رجع في كلامه قبل كده، امضي وابصم واعمل كل حاجة وساعتها الأهلي يطلع يعلن أو النادي القطري يطلع يعلن. بمجرد إعلان رحيل بدر بانون عن النادي الأهلي، من حق النادي الأهلي الإعلان عن صفقة المهاجم الأجنبي، الصفقة المفاجأة اللي أعلن عنها الكابتن أحمد شوبير. لكن طول ما أنت عندك لاعب أجنبي زي بدر بانون مش هتقدر تعلن غير لما تتأكد 100% أن بدر بانون خلاص رحل الى ناديه القطري الجديد. احنا ارتحنا، طلعنا كل اللي جوانا، اتمنى المباراه القادمه امام المقاولون العرب نتمسك ببصيص الامل. ممكن جدا الزمالك يتعادل النهارده، ممكن جدا الزمالك يتعادل ماتش بيراميدز، تبقى انت مستني بس ماتش تعادل كمان، ممكن يخسر النهارده ونخلص خالص. بس هل انا عندي لعيبه تقدر تكسب العشر ماتشات اللي جايه؟ اتمنى. الدوري لسه في الملعب، بس عايز رجالة تعرف قيمة النادي الأهلي. سلام.